واشنطن تحاول قلب الطاولة على موسكو وتشهر ورقة ضغط جديدة في وجه روسيا في حال غزو أوكرانيا. نورد ستريم 2 لن يمضي قدماً. تهديد جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ليرفع خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا من منسوب التوتر العالي بين موسكو والغرب. ويستهدف مشروع نورد ستريم 2 الأكثر إثارة للانقسام في أوروبا مضاعفة كمية الغاز المتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزاً دولة العبور التقليدية أوكرانيا عبر قاع بحر البلطيق. ويواجه المشروع مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي ومن واشنطن وكذلك من كييف، كونه يزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا ويحرم أوكرانيا من رسوم العبور. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن تأييده الكامل لفكرة تسديد أوروبا ثمن الغاز الروسي باليورو وليس الدولار. ويسعى الكريملين منذ سنوات إلى إبعاد الاقتصاد الروسي عن العملة الأمريكية الأساسية في التجارة العالمية، لكنها تجعل روسيا أكثر تأثراً بعقوبات واشنطن، إذ تتجه الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا فضلاً عن تجديد وتمديد عقوبات مفروضة على موسكو منذ عام 2014 بسبب اجتياحها لشبه جزيرة القرم. وتأمل واشنطن أن تكون الحكومة الألمانية الجديدة أكثر تعاوناً معها في وقف عمل نورد ستريم 2 من حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ويمثل الغاز الروسي أكثر من 40% من واردات الغاز الأوروبية، فيما يرجح خبراء أن تؤدي عقوبات غربية أو إجراءات مضادة روسية إلى زيادة أكبر في تعرفة الطاقة في أوروبا.